طيب هل يا دكتور في يعني هل تم استنباط أصناف جديدة تناسب التقليل من استهلاك المياه؟ طبعا احنا بيتم استنباط أنواع جديدة ومتعددة من الأقماح بشكل مستمر. بنشوف أصناف زي شندويل، زي ست، زي أنواع متعددة جدا، وفي اهتمام بتطوير هذه الأصناف كمان، يعني مش بس نصنف الصنف ونسيبه، إنما كمان بنحرص على تطوير هذا الصنف بشكل دوري، إن يكون الأصناف اللي بيتم استنباطها دي تكون عالية الإنتاجية قادرة على مقاومة الأمراض. أحيانا بنصنف الصنف وبنعمل سنة 12 قدرنا نطلع بعد منه 6-14 بيدي إنتاجية أعلى وبيحافظ على الـ أو يحمي النبات من الأمراض، وبالتالي بيقلل التكلفة اللي بيتحملها المزارع، وطبعا ده بيزود ربحيته بيزود إنتاجيته. طبعا احنا بس اللي بنرجوه من اخواتنا الفلاحين، احنا بنعمل نشرة بالخريطة الصنفية كل سنة، بنقول الصنف ده يجود في المنطقة الفلانية، يعني مثلا 6-12 يجود في محافظات مثلا الصعيد اللي فيها درجة حرارة المرتفعة بالزبط. وبنحددها بالاسم. فما يجيش حد يقول طب هو بيت انتاجية اعلى فناخده زراعة عندي في بحري مثلا، لان ده ممكن يأثر على الانتاج. انما احنا بنهتم جدا ان احنا نعمل خريطة صنفية واضحة لمحصول القمح، والالتزام بيها بيساعد الفلاح بشكل كبير ان هو يحقق عائد اعلى، حتى وان كانت انتاجية محاصيل اخرى اعلى، انما في النهاية ده بيحقق عائد اعلى للفلاح. صحيح، مجهود كبير بتقوم بيه في الحقيقة.